هلا تجربتنا اليوم رح نساوي نعمل ديجيتال كنترولر لعنصر الاي تي 1. الاي تي 1 هو عباره عن الاي تي 1 هو عباره عن عنصر بي تي 1 موصول مع عنصر اي. رح نبلش توصيل الداره. هو عباره عن من نخرج الفانكشن لدخل بي تي 1. بي تي 1 نوصل نحطه على التسلسل مع الاي. بنطلع من خرج الاي للراسم. ناخذ كمان قناه للراسم على دخل النظام. وبقى نوصل النقاط الارضيه. هيك بنكون خلصنا توصيل عنصر الاي تي 1. هلا هي رسمة التوصيل اللي هلا وصلناها. المفروض احنا بالامتحان نكون حافظينها لانه ما حتطلع لنا، يعني ما حيخلونا نشوفها مثل ما هي. هيك احنا المفروض نكون نعرفها، بس هي ما فيها شيء. نظام بي تي 1 على التسلسل مع اي، يعني بس نطلع على اللوحة ونوصله، والخرج على القناة ودخل على القناة والنقاط الأرضية. هلا عم يقول لنا رسوم من على الراسم الاستجابة الوحدية من 0 ل 1 فولت و 5 ثانية. احنا رسمنا وطلع معنا هالشكل. هلا مشان نطالع معاملات الاي تي 1 له معاملين، هن الكي اي اس والتي يو. موجودين هلا هن بالرسمه موجودين. بناخذ مماس، نعير الماركرات على بداية ونهاية إشارة الخرج، وبناخد مماس للمنحني. رح يطلع معنا نقطة تقاطع هذا المماس مع بناخدها كنهاية وبداية الإشارة كبداية، بتكون هاد الزمن تيو. نرجع نكبرها أحسن. شغل مماس. مشان نشغل مماس رح نفعل خاصية تانجنت. هلا بنعين بداية الماركرات اللي مسؤولة عن المماس على بداية عن نهاية الإشارة، البداية على البداية، وبنعاير بالماركرات لتصير على شكل مماس. هلا بين هالنقطة يعني بين الأحمر والأصفر هو الزمن تيو. إذا بنشوف بين الأحمر والأصفر هو 1.04. وإذا عملناه هيك رح يطلع 0.93 عفوا. هلا مشان نحسب ال KIS له قانون، هو 1 على واي زيرو بدلتا اكس على دلتا تي. هلا الواي زيرو احنا افترضنا انه من 0 ل 1، معناته الواي زيرو هو 1، فخلصنا من اول حد. 1 على 1 هو 1، خلصنا من اول حد. هلا الحد الثاني هو دلتا اكس على دلتا تي. رح بس نقيم تفعيل التانجن. دلتا اكس على دلتا تي كيف بدنا نطلعها هي؟ اما بنثبت الدلتا اكس بقيمه. هلا احنا مثلا رح نثبت الدلتا تي، دلتا تي محور الزمن، رح نثبته بقيمه 1. مثلا نحطه هون، واحدة على الزمن 4، واحدة على الزمن 3. ايه 4 و 3 تقريبا صحيح. هيك صار صحيح. هلا كيف بدنا نعمل هذا؟ يعني قدرنا نخلص من ثالث حد اللي هو دلتا تي بان نعمله 1. كيف بدنا نطلع الدلتا اكس؟ ناخذ ماركرات نقاط تقاطع هالماركرات مع المنحني. يعني نحط واحد هون لهي النقطة التقاطع، واحدة هون لهي النقطة التقاطع. هلا بنشوف قديش الفرق بين الأخضر والأحمر. رح يطلع معنا تقريبا، عم يطلع معنا تقريبا 1، هو 0.95 الحقيقة. فنفتح على بنصغر الراسم. هلا الواحد القانون هو 1 على واي زيرو، يعني 1 على 1. دلتا تي عملناها 1، دلتا اكس طلعت معنا 0.95. هلا بنفتح الكالكوليتر من هون، اللي 1 على ما بدنا اياها، اما بنقول 0.95
90 95 تقسيم 1 تساوي تقريبا اعتبرها 1 نفسها 99 قد يساوي عفوا 0 فاصلة 90 95 تقسيم 1 تساوي تقريبا 0.95 تشبه الصحيح ما في داعي له بهدا هذا عم نقسم على 1 عويك كشك كمل يلا يلا طيب ايه هلا حندخل القيم لهون احنا طلع معنا ال كي اي اس 0.9095 والتيو اتفقنا كان افتح افتح المجال احنا غيرنا الماركرات تقريبا قديش كان معنا طيب رح نرجع رح نرجع على السريع نحسبهم هي على بداية الإشارة هي على نهاية هي على بداية ها نهاية الإشارة بداية الإشارة ناخذ هي تقريبا طيب ناخذ الأحمر هي رح يطلع معنا قديش الفرق بين 0.95 ممتاز كمان 0.9095 أو ليش صفر فاصلة ايه ما لازم نحط انت لازم نعطيه لقدام 90 95 نكمل لقدام هلا ايه هلا بعد ما دخلنا له المعاملات رح نقدم لقدام كمان شو عم يطلب منا هلا عم يطلب منا الكي بي والتي ان والتي اس وايه هلا بعد ما وصلنا لهالمرحلة وحسبنا المعاملات رح نروح على لا لا سكرني راسي هي مو مشكلة رح نروح على ال بي اي دي كنترولر كنترولر ديزاين كالكوليت هيك شكله هيك شكله هيك نزل على شكله شو هاد شكله هيك مكانه يعني هاد شكله مكانه هي المربع هلا احنا رح تطلع لنا هي اول صفحة رح نختار بدنا with conversation اللي هي اللي قالها سامي او الثانية فاحنا نختار حسب اللي بدنا اياه هلا احنا مثلا حاطين له without بيعطينا هون مكان المعاملات مثلا عم يقول لي حط ال KIS والTU هدول ال KIS والTU اللي يطلعوا معنا المكان هلا هون بدنا مع without overshoot ولا with overshoot هلا احنا بتجربتنا عملناها with overshoot بعدين على الديزاين هلا على الديزاين هو لحاله لا هي ال KB وال TN وال TV ال KN وال TN وال TV يعني هي معاملات يعني لهيك اسمه كنترولر كالكوليتر فهو لحاله بس دخلنا له احنا بهالصفحه هي دخلنا له القيم اللي احنا حسبناها لحاله بصفحه الديزاين طبعا بتغيروا مثلا بدي انا متحكم بي ولا بي اي هون عم يصير تغيير بدي بي او بي اي او بي اي دي احنا المطلوب منه هو بي اي دي فحط لنا ثلاث معاملات كي بي وتي ان وتي في نعطيه تو ديجيتال كنترولر نصغره هلا نروح على الديجيتال كنترولر هلا بالديجيتال كنترولر احنا هون رح تطلع لنا هالصفحه نختار قيمه الجهد المرجعي وغالبا يفضل اختيارها بنفس قيمه الجهد اللي دخل الجهد الدخل اختاره واحد ونختار بي اي دي كنترولر تك بعدين بنروح على الراسم رح نكون غيرنا التوصيل احنا هون غيرنا التوصيل رح ارجع اي من الشغلات اللي غيرناها ونرجع نشرحها هاي الكم ما بغيرها اكيد غير هاي غير هاي هلا احنا كان عنا احنا قبل ما نقيمهم هدول هيك كانت التوصيلة كان عنا هذا التوصيل القديم عشان ما حدا يخربط يعني كان عنا من اوت الفانكشن جنريتر للدخل من الخرج للراسي من الخرج للراسي هلا لا الخرج للراسي موجود هي وصلنا اجت لك يعني وصلت ايه وصلت الجي ان دي وصلت الجي ان دي هلا هيك كان توصيل الرسمي القديم هلا مشان ننتقل على الديجيتال كنترولر راس مولد الاشاره الوحدي احنا ما رح نحتاجه ما رح نحتاجه ولا الجي ان دي تبعه ناقص هلا
اللي رح يصير احنا رح ناخذ تغذيه خلفيه سالبه من خرج النظام لدخل الديجيتال كنترولر هاد مكانه، وهاد تغذية خلفية سالبة، ورح ناخد من خرج المصحح لدخل النظام. هيك بنكون غيرنا التوصيل بالشكل المناسب. زايدة ما نوصل شو شغلتها وين نوصل حاس حالي فاكك بوان. طيب لا بنروح على الراسي، لانه محتاجنا هيك رح تطلع. هذا رح يكون شكل الاشاره بعد الاستقرار. هلا بس لو في خيارنا نرسم بس وحده، هذا الدخل والخرج، هذا الخرج وايد سنه، الوايتين شو هو الوايتين عندي الخرج. ايه هلا ما بعرف اذا ناخذ معايير الاداء، معايير الاداء انه طيب. هلا رح كان عنا ناخذ الدخل والخرج بس ايش هيك. هلا مشان حساب معايير الاداء في عنا احنا اربع معايير للاداء اللي هن زمن زمن الصعود، لا ما في داعي، زمن الصعود، زمن الاستقرار، الخطا، وشو كان اسمه شو طلعت والتجاوز. هلا كيف احنا رح نحسبهم؟ زمن الصعود رح ناخذ اول شيء نثبت عند اشاره يعني نحسب وين استقرت الاشاره بالضبط. طلع معنا وين هي الماركر الاخضر؟ فعل الازرق. طيب فعل ليش؟ ناخد 10% فوق الماركر الأخضر هو 94، فرح ناخد 1.4. و 84 ننزل هذا واحد. ايه هلا بناخد أول دخول لهالمجال الإشارة الخضراء، طبعا إشارة الدخل أول دخول اللي هو رح يكون الفرق بين وين الماركرات؟ اختفى الماركرات يا عالم. ايه معناتها عنا حيكون زمن الصعود هو بين الاخضر والاصفر اللي هو 2.11. زمن الاستقرار هو اخر دخول فينا نعتبره هو هذا، يعني كونه هاي الإشارة يعني شوي ظاهر منها غالبا. هلا احنا وقت الآن اشتغلتنا كان هذا يعني، بس ما بعرف انا شايفه انه طلع من هون يعني، فرح نعتبر هون في خروج شوي، ورح يكون هون زمن الاستقرار، فرح يكون هو 15.48. طبعا القيم كبيره انه اخذين احنا 20 ثانيه بالرسم مو اكثر، ف 15.48. هلا الخطا رح نعير ماركر على اشاره الخرج تماما وين استقرت، والماركر الثاني عند الواحد، يعني انا القيمه المرجعيه اللي اخذتها واحد، فاشاره الخطا هي الفرق بيناتهم 0.05. ضل قيمة التجاوز نحط واحد عند إشارة وين استقر الخرج، واحد عند نهاية عند أعلى قيمة أعلى تجاوز، فالفرق بيناتهم هو 0.86 هي قيمة التجاوز. هي بالنسبة لمعايير الأداء. يعطيكم العافية. هلا رجعنا لكم، بس في كم شغلة إحنا نسينا نحكيهم. هلا في عنا قيمة التجاوز كان لازم نضربها يعني بمية وتصير بالمية، مثلا 0.86 فهي رح تكون يعني 86%. ايه كتير كبيرة. شو؟ كتير كبيرة. ايه وهي يعني هي قيمة كتير كبيرة، فاحنا ممكن في حالة ما انه نرجع نختار مثلا من هون متحكم تاني، ممكن يطلبوا منا نساوي متحكم تاني، مثلا نرجع نختار البي اي مثلا، الله أعلم. كمان في شغلة
اللي هي انه ممكن اذا انطلب منا توصيل الانالوج كنترولر. هلا الانالوج كنترولر ما بيفرق شيء عن الديجيتال كنترولر، الا انه اول شيء بالتوصيل رح يكون عن التغذيه السالبه، رح تجي لهون كمان تغذيه سالبه، والخرج رح يكون كمان من خرج الانالوج كنترولر. بس تفرق شغله انه ما ضل عنا شو طالب، بتفرق شغله انه الاستجابه الواحديه لازم تكون موصله بهالحاله. هلا ايه كمان هي الشغله نسينا نحكيها بالتوصيل الانالوج كنترولر، اللي هي انه احنا بس نوصل الديجيتال كنترولر وليس الانالوج. الديجيتال كنترولر ما في داعي نوصل التغذيه الواحديه، لانه يكون هو كديجيتال وصلها ضمنا بداخل الجهاز. اما بالانالوج كنترولر اكيد من خارج النظام، رح من خارج المصحح لدخل النظام، ومن خارج النظام تغذيه سالبه للمصحح. بس هون رح يكون عندنا التغذيه الواحديه موصوله، بالاضافه الى انه انا هون في عندي مفاتيح سويتشات بامكاني اختار شو نوع المصحح. مثلا مكتوب عندي بي واي ودي، اذا كانوا كلهم مرفوعين فهو بي اي دي، بنزل واحد مثلا صار اي ودي، بعرف شو كان اسمه، مثلا بلغي الدي بصير بي اي، بنزلهم كلهم صاروا كلهم ما عندي مصحح. وكمان في عندي اني كيف اختار الكي بي، مثلا هون عندي واحد وعندي 10 وعندي 100، بظن انه هيك خلص، عفوا 10 و51 تبع الحشيش، لا انا بظن فكره ايه ممتاز، معناتها 10 و1 و10 و50 وخالصين.